العلماء قالوا ما هو المرض اللي بيبيح الإفطار؟ فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر النهاردة وبعدين يبقى يصوم بعدين. قالوا أنهي مرض ده؟ فقالوا ثلاث حاجات في منتهى الدقة عشان كل واحد عارف إيه هي طبيعة المرض اللي خليك تفطر. قالوا أول حاجة لو صمت تشعر بالألم، يشق عليك المرض ده، فقال لك افطر عشان مثلا تاخد أدوية أو تاكل فتتقوى. وقالوا إن الصيام لو بيأخر الشفاء، يعني مثلا بتاخد مضاد حيوي ولازم الكورس بتاع المضاد الحيوي ده يخلص، قال لك لازم لو أنت أو يعني يستحب ليك لو أنت هيتأخر شفائك افطر وابقى صوم بعدين. وقالوا لو في وجع رهيب مخليك متألم، قال لك افطر وخد المسكنات وابقى صوم بعدين. يبقى لو يشق عليك تشعر بمشقة شديدة لأنك عيان، أو يأخر شفائك حتى لو أنت مش متألم، أو تشعر بألم شديد بسبب أنك محتاج بعض المسكنات، دي الأعذار اللي سميته مرض اللي نزل فيها القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر يفطر وبعدين يصوم بعد كده فعدة من أيام أخرى.